الحاجة الوحيدة اللي بحسها مبالغ فيها في عالم الموبايلات دوت هي موبايلات بتاعت الجيمينج فون. عرفت دوت بعد ما جربت الموبايل اللي هو شاومي بلاك شارك 2. هو بص بيبقى فيه زيادات كده مش موجودة في أي موبايل، بس في نفس الوقت ما بيبقاش سعره مبرر. يعني اللي هو مثلا موبايل زي اسس روج مش عارف ب1000 وكام دولار، موبايلات بيبقى مبالغ فيها، بيبقى فيها مش عارف صوت ايه وحاجات بتنور والكلام دوت. الحاجات دي بيبقى مستهدفين بيها الجيمرز، يعني هي ليها فعلا جمهورها. بس من ناحيه الاداء، يعني المفروض ان هو موبايل جيمنج، بحس ان هو اي موبايل ممكن يديك الاداء ده، مش حاسس ان هي بيبقى فيها حاجه زياده من ناحيه الاداء، بس مش هيديك نفس الشكل، مش هيديك نفس الشكل ده. ولا نفس الليدات الار جي بي ديت اللي بتنور، ولا نفس الجيمنج سبيس والزراير اللي مش عارف بتطلع وتنزل. بس هل بقى الحاجات ديت تبرر سعره، تبرر السعر اللي هو الزياده اللي هو بيديهولك؟ بصوا عامه لا، تصرف اكتر والموضوع دوت مش بيأثر معاك غير في الكاستمايزيشن والشكل الخارجي، يعني في كاداء لا، انت ممكن توفر فلوس وتاخد حاجه نفس الاداء. فمعنا هنا الاطول اسم موبايل موجود حاليا، الزي تي اي نوبيا ريد ماجيك مارس. مش عارف مش في ايه، هو اسم واحد زي تي اي نوبيا كذا خلاص. المهم ريد ماجيك مارس، المفروض موبايل موجه للجيمنج. شكله بص يعني هو شكله لوحده خلاص ده موبايل جيمنج، ده مش موبايل بتحطه كده عادي تتكلم بيه. هتضحي بقى، هل انت هتضحي بقى، انت خدت حاجات جيمنج هتضحي بحاجه؟ اه هتضحي باول حاجه الكاميرا. خلينا نتكلم عن الكاميرا اول حاجه. ايه ده، دي كاميرا واحده 2019 كلها تقريبا، مفيش غير الجوجل بيكسل تقريبا هو اللي عنده كاميرا واحده. انقرض الموضوع دوت، مفيش خلاص، كله لازم يجيب كاميرتين. فانت ممكن تقول مثلا الكاميرا الثانيه مثلا او البورتري ممكن تعمله بالسوفت وير، لا الانترفيس بتاع الكاميرا ما فيهوش بورتري، هو فوتو فيديو بس، ما فيش حاجه بورتري. بس على العموم الكاميرا مش عجباني قوي، الكاميرا مش من نقط تميز الموبايل خالص، يعني على عكس الشاومي بلاك شارك اللي فاجئني جدا، اللي هو انا قايل ده موبايل العاب، فانت تبقى عايز كاميرا قشطه حلوه كده تجرب بيها بس كده وتصور بيها. بس لا فعلا كاميرا البلاك شارك احسن من احسن الكاميرات اللي جربتها من موبايل من شاومي فعلا. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكربشن، وشوفوا الصور اللي متصوره بالموبايل دوت، تحفه بمعنى الكلمه. فلا هنا ما يستاهلش، كاميرا 16 ميجا بكسل f1.8 مش هتقضي الغرض، بس مش هتبقى حلوه قوي. الاماميه هي بقى اللي ضايعه، حتى في الشاومي بلاك شارك برضو ما بيهتموش، يعني ما بيعترفوش ان الجيمرز دولت مثلا ينفع يتصوروا سيلفي، ما عندهمش وش مثلا، فالاماميه هنا ضايعه جدا. بس قريت ان ناس كتير نزلت عليه جوجل كاميرا وبيقولوا ان هي شقلب الكاميرا 360 درجه، ما جربتش الصراحه. ماشي، فانت جايب الموبايل دوت، انت واحد جيمر جاي عايز اداء، عندك سناب دراجون 845، 6 رام 8 رام او 10 رام، 128 256 وما بيتحطلوش كارت ميموري، ما ينفعش تزود المساحه. عندك 3 كولينج سيستم، الموبايل فعلا ما بيسخنش مع انه ميتال، برده المفروض الميتال بيوصل حراره اكتر، فلا الموبايل ما سخنش معايا خالص. عندك حاجه اسمها 4D فايبريشن موتور، موتور كده فايبريشن مثلا على حسب ما انت بتلعب، هو مش سبورتد، مش بيدعم غير لعبتين ببجي ولعبه اسمها نايفز اوت، الاثنين دولت هو بس اللي بيدعم فيهم الموضوع الفايبريشن ده. في ببجي على حسب، مثلا لو انت بتضرب من اليمين تلاقي الموبايل بيتهز هنا من اليمين، لو عربيه جايه عليك من الشمال مش فرق قوي يعني، بس قشطه هي حركه حلوه برده موجوده. بس برده من الاروش الحاجات في موضوع الجيمنج هو الزرار الاحمر دوت اللي بيفتح لك الجيمنج سبيس، لما تدوس عليه كده بيروح فاتح لك الجيمنج سبيس، والموبايل الانترفيس بتاعه بيقلب على بلاي ستيشن 4 كده وتقلب فيهم، حلوه شكلها روش فشخ الصراحه. وتالت حاجه برضو عجباني برضو في تجربه الجيمنج، حاجه اسمها الشولدر باتن او الكاباسيتيف باتن،
نفس الدراعات كده اللي بيلعب بلاي ستيشن يعرف ال1 والار1 هو بتلعب بيهم هنا كده حاطينها، بس حاطينها هنا يعني هو مش زرار، هي في سهمين هنا كده ان انت بتلعب بيهم. انت بتختار، اللي شاف الريفيو بتاع الزيت اي نوبيا اكس هيعرف الموضوع دوت. لما كنت بلعب ببجي كنت في موبايل فيه شاشه ورا، فكان بيقسم لك نص الشاشه، هنا تلعب كده تعمل كده فده كانه زرار، وتلمس الشاشه ديت كانها زرار، يعني مثلا ده بيضرب وده بينط، ده بيضرب وده مثلا بينشن، فكان حلو الموضوع دوت. بس كنت بتضطر ترجع ايدك وتبقى ماسك الموبايل غريب شويه كده. هنا حلو، هنا احسن، هنا انت بتلعب كده اهوت وماسك كده اهو، حلوه جدا. لا تخلي دوت يضرب وده ينشن وتمشي كده، لا تقول لي بقى اجيب وصلات ولا دراعات ولا مش عارف جويستيك، لا انت بتعمل كده مع ال 4D فايبريشن مع الكولينج سيستم مع الجيمنج سبيس، تجربه العاب هايله. بص دبان بقى، دبان وقرف. ورابع اروش حاجه هي الليد ستريب، الخط دوت او الشريط دوت اللي بينور، اللي اتشتمت عليه كتير جدا في الريفيو بتاع الشاومي بلاك شارك. قعدت اقول اكتر حاجه عجباني، اكتر حاجه روشه، الناس قعدت تتريق انت موبايل مش عارف عندك ايه وجاي معجب بده. انا تافه، انا عاجبني البتاع اللي بينور ده، شكلها مش عارف، الناس بتشوفها حاجه وحشه الصراحه، بس انا شايفها روشه، بتنور كده والوان غريبه حلوه. انت بقى بتقدر تغير الوانها، بتقدر تخليها مثلا النوتيفيكيشن لو جات لك تنور، لو جالك مكالمه، لو جالك كده، فحلوه جدا الصراحه. الصوت بقى في الموبايل ده عالمي، الاستيريو سبيكر من اعلى الاستيريو سبيكرز اللي جربتها على اي موبايل. ربنا يخلص. Meanwhile الصوت بقى في الموبايل دوت عالمي، ستيريو سبيكر من اعلى الستيريو سبيكرز اللي شفتها هنا وهنا، ومش بيضايقك وانت ماسك الموبايل كده. بس الموضوع مش في الصفتازين قوي زي ما انت فاكر كده بقى والدنيا حلوه، في حاجه هتفصلك عن تجربه الالعاب ديت، اللي هيفصلك عنها الحاجه اللي انت شايفها اللي هي من اهم الحاجات اللي المفروض يبقى مركزين عليها، وهي الشاشه. فالشاشه هنا لا هي ريزولوشن عالي 2K مثلا، لا فول اتش دي عادي، ولا هي اوليد فهي اي بي اس عاديه. طالما هي اي بي اس ليه مثلا ما يعملوش الريفرش ريت بتاعها او معدل التحديث يبقى مثلا 90 هرتز او 120؟ لا 60 عاديه جدا. ولا هي مثلا نسبه استحواذ بتاع الشاشه بتاعتها كبير؟ لا حواف فوق وتحت قد دماغك عادي جدا. فلا الشاشه دي اللي هو اللي كان بيصممها اللي هو قال لك ايه، انا مش جاي مني النهارده في الشغل، هات لي يا ابني اي شاشه من 2016 حط كده، مفيش اي حاجه مميزه. هي اللي بيقولوا مميز عليها، عليها طبقه حمايه اسمها داينوريكس، بيقولوا ان ديت اقوى من الكون جوريلا جلاس وكده. فما بصدقش الحوارات ديت قوي، مش عارف، ما بحسش انها عمليه، وطبعا لازم اروح احط عليها سكرين بروتكتور او سكرينة يعني بلغتنا. بطارية 3800 وفترة استخدام الجهاز ديت بقى لي يومين ثلاثة. لا فعلا بطارية الجهاز ممتازة، الليد ستريب دوت كنت مشغله دايما عاجبني جدا، ما كانش بيسحب من البطارية، وكمان بتدعم الشحن السريع 18 واط. واللي مساعد اكتر كمان في موضوع البطارية دوت هو واجهة الجهاز، واجهة الجهاز حلوة جدا مع اندرويد 9، مش بتسحب قوي من البطارية، استهلاك البطارية فيها برضو منظم. كنت قايل برضو الواجهة الانترفيس بتاعها والتنقل بتاعها عاجبني جدا في الريفيو بتاع زيت اي نوبيا اكس، من احسن الواجهات الصيني اللي هي الحاجات كنت بحسها مش مشهورة قوي، بس فعلا مش واخدة حقها ومظلومة، بس هي حلوة جدا وسلسة جدا. وكمان عليها سيما احمر كده عشان يليق بقى مع جو الجيمنج وول بيبرز مش عارف ايه، معايشك في جو الجيمنج كده وبتاع. سعره كام بقى؟ $399 اللي هو تقريبا ده ارخص جيمنج فون، يعني كنت فاكر البلاك شارك هو ارخص واحد لما كان ب $500، مقارنه مثلا بالريزر فون اللي هو ب 700 والاساس روج اللي هو مش عارف ب 1000، فده يعتبر ارخص موبايل. بس الصراحه سعره هايل على اللي بيقدمه دوت، ديزاين بريميوم جدا، بيلد كواليتي قويه، من اقوى الاجهزه فعلا اللي شفتها متقفله حلو. طبعا بتضحي بشاشه وبتضحي بكاميرا، بس بتاخد في حاجات بقى في الجيمنج كتير جدا مش هتلاقيها في اي موبايل. وبالنسبه للسكور هو ده تقريبا اعلى موبايل بيجيب سكور على انتوتو بنش مارك، جايب فوق 320,000 نقطه بس. فالتجربه بتاعت الفايبريشن والزراير ديت والكلام ده مش هتلاقيه في اي موبايل عادي. بس فانت رايك ايه؟ هل انت شايف ان موضوع الجيمنج سمارت فون دوت يستاهل انك تستثمر فلوسك فيه يعني، ولا لسه ما وصلناش لليفل بتاع الالعاب اللي هو بقى محتاج له موبايل مخصوص ومفيش غير الموبايل دوت اللي هيقدر يشغلها بالكواليتي ديت؟ قولوا لي ايه رايكم في الموبايل وفي الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وسلام.